السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في مطبخ الزيتون الاخضر ولا جرينو نيو سكيتش. الوصفه الثانيه ديال هذا الاسبوع مسمن الحلزون معمر بالدجاج، غادي نطيبوه في الفرن. وصفه سهله بزاف وتجي لذيذه لذيذه لذيذه، دائما في عجين ديال المسمن. هذه الوصفه الرابعه اللي حضرناها بعجين المسمن اللي حضرنا بها دونك هذه الوصفه. كنفضل العجين المسمن على العجين المورق، العجين المورق لا بات فيتي ولا العجينه المرمله. علاش؟ لانه تيكون على الاقل مخلطين فيه شويه دونك تيكون فيه القمح، تيكون فيه ما تتكونش فيه الزبده، تيكون خفيف. فكنفضلوا على باقي العجائن الاخرى، هذا ما كيمنعش انكم ممكن ديروا العجينه اللي نتوما تتبغيو وتتفضلوها. فعندكم الاختيار، وطلبتوا مني بزاف عجينه المورقه، ان شاء الله غادي نعطيها لكم كوصفة من الوصفات ديال شيوات رمضان ان شاء الله. دونك نبداو على بركه الله. غادي نحتاجوا العجين وغادي نحتاجوا لهذيك التخليطه ديال الدجاج. دونك في الدجاج غادي نحتاجوا صدر ديال الدجاج، بصله وحده، فلفله صفراء وخضراء، شويه ديال دونك ضرس ديال الثومه، شويه القزبر ومعدنوس مجفف، الملح، الخرقوم البلدي، وشويه الفلفل الحار والزيت البلديه والملح حسب دونك الذوق ديالكم. وتنخلطوا هذاك الخليط. كما شفتوا الدجاج قطعناه صغير، دي كوب يكونوا صغار، كذلك الفلفله دونك نحاولوا نقطعوهم صغار وتنخليوهم يتشحروا لمده 20 دقيقه. دونك هذه هي الحشوه ديال الدجاج والفلفله اللي غادي نعمروا بها المسمن ديال الحلزون. دونك تناخذوا دائما المسمنه تنبسطوها، تنوضعوا فيها الحشوه في الوسط، دونك ماشي في الوسط ولكن على الطول ديال المسمنه، دونك تقريبا في الاخر ديال المسمنه. دونك غادي نديروا الحشوه على الطول، نحاولوا ما نعمروش حتى الاخير ديال المسمن، بما ان الحلزون ملي تنصوبوه في الاخير وغادي نبداو ندورو فيه، دوك الجنيبات الاخرين تيكونوا خاويين لانهم تندخلوهم وسط، كندخلوها وسط الحلزون كما شفتوا معايا. دونك الجنيبات في الاخر ماشي بالضروره يكونوا عامرين بالحشوه. دونك تندورو العجينه على الشكل ديال الحلزون وتنستمروا هكا بالنسبه لجميع الكريسات ديال المسمن. دونك تنبسطوهم، تنديروا الحشوه وتنديروا شكل حلزون، تنحطوهم في لاطه ديال الفران، تنديروا ليهم زينتهم شويه بشي شويه ديال الجبن بارميزون، وكذلك الحبه السوداء، ممكن ديروا البافو، ممكن ديروا جبن عادي، دونك عندكم جبن مبشور او محكوك عادي اللي عندكم في الدار، وتندخلوه الفران يطيب على درجه حراره 180 دونك لمده 20 حتى 25 دقيقه. الا كنتو غادي تحتفظوا به كذلك في المجمد فمن الاحسن ما تطيبوهش بزاف، كيجي لذيذ 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 ورائع ومغذي دونك دائما، لانه فيه شي شويه ديال الدجاج وهذيك الخضيره الفلفله والبصله. فكنتمنى الوصفه تكون عجبتكم وتجربوها الشهر ديال رمضان ان شاء الله اللي على الابواب. دونك هادو هما الوصفات ديال هذا الاسبوع. كنشكركم على التعليقات ديالكم، غنحط لكم الرابط ديال عجين المسمن في صندوق المعلومات. ما تنساوش ديروا لايك وبارطاجيو لا فيديو وتشاركوا معنا في القناه. السلام عليكم.